اشهد الله اني احبك في الله يا شيخي، وانا والله احبكم جميعا. ده انا بحب اللي بيكرهني، مش هحب اللي بيحبني. انا بحب كل مسلم، اشهد الله اني احب كل مسلم، حتى ولو خالفني في 100 راي، حتى لو شتمني وضربني برضه بحبه. مش امه النبي يا ابني؟ وضرب الحبيب زي اكل الزبيب، ماشي يلا. وايه، وخد انت، خد وراثه نبويه جميله، انك انت تتصدق بعرضك للناس كده. مش قول حقي حقي وعايز انتقم طول النهار متك على اسنانك ايه ده؟ لا يا اخي، ابتسم كده وروق دمك، واللي ظلمك تقول له الله يسامحك، هتاخد حقك اكتر في الاخره. واحد كان عليا اصله 100,000 جنيه، يا عم ما لو اداك ال 100,000 جنيه هتستهلكهم، لكن لو انت سامحت فيهم هتقابلهم في الجنه قصور. يبقى يوم احسن، استهلكهم في الدنيا ولا اخدهم قصور في الجنه؟ لا ارفع عليه قضيه واقوم. يا عم بالراحه شويه، هترفع قضيه على ما يتحكم لك هتكون مت، وعلى ما ينفذوا الحكم يكون اولاده ماتوا واولادك ماتوا. ياما ناس خدوا احكام على فكره بعد سنوات طويله لم يستفيدوا بها في حياتهم، صدر الحكم بعد وفاتهم، واللي استفاد بالحكم الورثه، وحاول الورثه ينفذوا الحكم ما تنفذ، واللي تنفذ الحكم في عصر ايه؟ الاحفاد. وانا عندي كتير في قرايبي كده حصل لهم الحكايه دي. عشان كده الاسهل كانوا يتسامحوا خلاص وياخدوا حقه في الجنه، احلى ابقى. فهمت؟ علشان كده ده يعينك على التسامح، يعينك على الايمان باليوم الاخر، ده يعينك على التسامح. يا عم اصبر، يعني تنتقم يا عم؟ تنتقم ايه؟ ربك هو المنتقم الجبار. خليك انت مع الحبيب المصطفى، يقبل عذر المعتذر، ويعفو عن من ظلمه، ويصل من قطعه، ويعطي من حرمه. ولذة المسامحة في القلب اكتر كتير من لذة التشفي. والله في ناس كتير تشفوا من اعدائهم وجالهم اكتئاب، بعد ما تشفوا جالهم اكتئاب، لكن عمرنا ما شفنا واحد سامح عدوه وجاله اكتئاب يعيش منشرح طول عمره. فاهم؟ فلازم تعرف الحكايه دي. بيقول رفع السبابه للشهاده من بدايه التحيات ولا لا؟ يا سيدي، في التشهد بتحط ايدك على ركبتك اليمنى متطبقه كده، وايديك دي صباع السبابه نايم، والتاني عامله كده زي الخمسه معاهم. ادي ايدك اليمين، ايدك الشمال الاصابع مفروده ومضمومة وفي اتجاه القبلة والإبهام مفتوح، وتحطه على ركبتك كده، دي اليسرى، والشمال واليمنى مسكها كده. تقرأ التشهد تفضل زي ما هي لحد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ترفعها مع الله، ترفع السبابة مع إيه؟ مع الله، وتفضل رافعها ومثبتها لحد ما تسلم. ده مذهب مين؟ السادة الشافعية. فهمت تركت الشافعية؟ طيب المالكية يرفع مع الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ويفضل يهزه كده لحد ما يخلص. ده اختيار السادة المالكية. فلما تلاقي واحد بيهز صباعه لا إشكال، لأن في مذهب قال كده، وتثبت صباعك. رأي الشافعية، وأنا أميل لرأي الشافعية مش عشان متعصب، لأن الحركة الكثيرة في الصلاة إيه؟ مكروهة، ودي حركة كثيرة. طب النبي فعلها لبيان الجواز لا لبيان الأفضل، والأفضل تثبت. واضح؟ طب وليه لا تبطل الصلاة بكثرة حركة الأصبع؟ لأن الأصبع ليس عضو ولكن جزء من عضو، ولكن الحركة لو كانت بعضو كامل وثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة بها. واضح؟ لكن الأصبع ليس عضوا بل جزء من عضو. واضح الكلام؟ طيب إذا فاتت صلاة العصر مثلا ودخلت في صلاة المغرب، هل أصلي المغرب مع الجماعة ثم العصر أم لا؟ يعني هو يقصد فاتته صلاة العصر ودن المغرب وداخل المسجد يصلي، لقاهم بيقيموا الصلاة لصلاة المغرب، أنا انشغل بصلاة العصر أولا واسيب الجماعة، ولا أصلي معاهم المغرب جماعة وبعدين أجيب العصر ولا أراعي الترتيب؟ آدي السؤال، مش كده؟ الشافعية قال لك خش في الجماعة وصلي العصر، لأن مراعاة الترتيب سنة، واخد بالك زي، وليست واجبة. نية في المغرب يصلي العصر، يعني لا مش هتغير النية. الشافعية قال لك خش معاه مغرب، هو مغرب انت مغرب زيه، واخد بالك، عشان تدرك صلاة الجماعة.
الشفاعية لهم حلين. أنا بقول لك الحل الأفضل عند الشفاعية إنك أنت لا تخالف نيتك نية الإمام حتى لا تكون صلاتك صحيح، حتى تكون صلاتك على كل المذاهب، لأن مخالفة نيتك عن نية الإمام لا تجوز إلا على مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، وتبطل بها صلاتك عند المالكية وعند الأحناف، فهمت؟ فالوجه الثاني الشافعية يجيزوه، لكن إيه ما يفضلوش تعمل بيه، مراعاة لخلاف من لم يجيز خلاف النية مع المأموم. واضح الكلام؟ يبقى أنا هو أنا راجل نمت بعد صلاة الظهر وكنت تعبان قوي، صحيت قبل أذان المغرب بلحظات، دخلت أتوضى لقيت المغرب إدن، نزلت أدخل الجامع لقيتهم بيقيموا صلاة المغرب وأنا ما صليتش العصر، أعمل إيه؟ الشافعي يعمل إيه؟ هقول لك الشافعي يعمل إيه والمالكي يعمل إيه؟ ها؟ والحنفي يعمل إيه؟ الشافعي ما عندوش مشكلة لأن عنده الترتيب بين الصلوات سنة وليس واجب، فحينوي معاهم مغرب ويصلي المغرب، وبعد ما يخلصوا المغرب يقيم الصلاة ويصلي العصر. هيصلي العصر بعد المغرب في الليل يجهر في الأولى والثانية، لأن العبرة بوقت الأداء لا بمسمى المأدية المؤداة. أنا بأدي بصلي العصر بس في الليل، يبقى صليها زي العشاء. واضح؟ أجهر في الركعة الأولى وأجهر في الركعة الثانية وأسر في إيه في الثالثة والرابعة. بتصلي إيه يا ابني؟ أنا بصلي عصر. طب والعصر في جهر؟ أيوة، لأنه بقى بالليل، فهمت؟ طب أنا بقضي العشاء ما صليتهاش امبارح بس بقضيها وقت الضحى، نسيت افتكرت وقت الضحى، هصلي العشاء سرا الأربع ركعات سرا لأن أنا بقضيها نهارية. واضح؟ فالعبرة بوقت الأداء لا بالصلاة المؤداة، فهمت الكلام؟ طيب رحت أنا مصلي إيه؟ المغرب، وجبت بعدها العصر على أن الترتيب بين الصلوات عندنا سنة وليس إيه؟ حتمي. الملكية يعملوا إيه؟ الملكي لا يجيز تغيير النية، ولا يجيز لك ترك الجماعة، ولا يجيز لك صلاة المغرب إلا لو صليت عصر، يعني أحرجك، يعني الإمام مالك أحرجك جدا، واخد بالك؟ لأن ما ينفعش مغرب وأنا ما صليتش العصر، زي ببني الدور الرابع قبل الدور الثالث، ينفع؟ ما أنا لازم أبني الدور الثالث الأول عشان أركب عليه الرابع. فالملكية قالك ما ينفعش. طب تعمل إيه؟ عند الملكية هتصلي معهم المغرب مش بنية المغرب، بنية إدراك الجماعة. هتقول نويت صلاة المغرب لإدراك الجماعة. الله أكبر، ده مين؟ الملكي والحنفي، كويس؟ وبعدين صليت المغرب لإدراك الجماعة، أنت ما صليتش مغرب لسه، تقوم بعد كده أما الإمام يسلم تقوم تجيب العصر وبعدين تجيب المغرب بقى، تجيب العصر وبعدين تجيب المغرب. دي طريقة مين؟ يبقى يحيى الشافعي أسهل، الشافعي أسهل، صح ولا لا؟ هل لو قريت في الركعة الأولى سورة العصر بعد الفتحة وجيت في الركعة اللي بعدها قريت سورة الزلزلة اللي جاية بعد العصر، يبقى ده تنكيس؟ لا، ليس تنكيس. والله تعالى أعلى وأعلم.